الأسلوب الثالث أو الاتجاه الثالث الهندسة الإدارية، وأحيانا يطلق عليه إعادة الهندسة الإدارية، ويطلق عليه باللفظ الأجنبي Business Process Reengineering. ظهر هذا المصطلح إعادة هندسة العمليات الإدارية في تسعينيات القرن الماضي، ويعالج أساليب أداء العمل. مفهوم الهندسة الإدارية هو وسيلة إدارية تعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الإدارية بهدف تحقيق تطوير جوهري وليس هامشي في أداء المنظمة، وخاصة تخفيض التكلفة مع جودة المنتج. يشار إلى العمليات الإدارية بأنها تلك الأنشطة التي تصمم لتحويل المدخلات إلى مخرجات بهدف تحقيق رغبة العملاء ومتطلبات السوق، مثل عمليات التعليم والتعلم في المدرسة، والعمليات الإدارية التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقويم وعملية اتخاذ القرارات. مراحل تطبيق أسلوب الهندسة الإدارية: المرحلة الأولى هي مرحلة الإعداد والتمهيد، وفي هذه المرحلة ينبغي أن يتم الإحساس بالمشكلة والعمل على التغيير والاقتناع بفكرة الهندرة وتطبيقها والبدء بتنظيم فريق العمل ووضع رسالة وأهداف للمنظمة وأهداف عملية إعادة الهندسة الإدارية. ينبغي أن تكون كل الأمور واضحة في هذه المرحلة، وهي مرحلة إعداد وتمهيد وإقناع واقتناع من جميع الأطراف بأهمية إعادة الهندسة الإدارية. المرحلة الثانية مرحلة التحديد، وتتضمن تحديد العمليات التي تهم العمل، مثل عملية التعليم والتعلم وترتيب العمليات الاستراتيجية وتحديد عمليات تخص العملاء الأساسيين للمنظمة، أو قياس الأداء أو تحديد الجهات التي تتعامل معها المنظمة والمؤسسة. المرحلة الثالثة هي مرحلة التشخيص والتحليل، وتتضمن تشخيص العمليات الحالية ودراسة وتحليل المشاكل التي تواجه العمل ووضع مقاييس الأداء، حيث يتم توصيف شامل لكل العمليات وتوثيقها وجمع معلومات كافية للتوصل إلى مواقع الخلل فيها. المرحلة الرابعة مرحلة إعادة التصميم. هذه المرحلة تتضمن دراسة البدائل المتاحة وتصميم عمليات جديدة وتطوير استراتيجية للتطوير وللخطط وتصميم هيكل نظم المعلومات وتحديد شكل العلاقات بين أفراد التنظيم. المرحلة الخامسة هي مرحلة التطبيق، وهي آخر مرحلة، وتتضمن تركيب نظم العمليات الجديدة وتنقيح أهداف الأداء وإيجاد إجراءات للضبط والمراجعة، ويتم التأكد من وجود التوافق الناجح بين الأفراد وتقنية العمل وخطوات العمليات، كما تتضمن المتابعة والمراجعة المستمرة عند بداية تنفيذ التغيير وقياس نتائجه مقابلة بمرحلة ما قبل التحول إلى الجديد. مبادئ هندسة العمليات: هناك 6 مبادئ يعني سيتم التركيز عليها. أول مبدأ من هذه المبادئ البدء من الصفر، بمعنى أن إعادة هندسة العمليات أنه سنبدأ في العمليات من الصفر، معناته أن العمليات الجديدة لن تنتمي إلى العمليات السابقة بأي حال من الأحوال. البدء من الصفر هي أحد المبادئ هندسة العمليات، وهذا يعني البعد عن العمليات القديمة واستبدالها بنظم جديدة. المبدأ الثاني استهداف العمليات والأنشطة وليس التنظيمات، بمعنى أنه هذا الأسلوب هو يستهدف العمليات والأنشطة وليس التنظيمات، يعني يستهدف العمليات التعليمية، استهدف العمليات الإدارية، استهدف العمليات الإدارية، التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم وعملية اتخاذ القرارات. المبدأ الثالث التركيز على الأنشطة والعمليات الأساسية الهامة، يعني الأشياء الجوهرية والأشياء الأساسية اللي يستند عليها النشاط أو العمل في المؤسسة. المبدأ الرابع الاعتماد على التغيير الجذري للعملية، إذا تبدأ من الصفر ويتم تغيير جذري للعمليات، هذا مبدأ أساسي من مبادئ هندسة العمليات. المبدأ الخامس استخدام تقنية المعلومات الإدارية الحديثة والتفكير الإبداعي لرفع مستوى الأداء، يعني هذا الأسلوب يحتاج إلى تقنية معلومات إدارية حديثة، وبالتالي يعني مسألة التوصيف ومسألة إعادة الهندسة ومسألة الربط بين الأطراف وعملية اتخاذ القرارات وعملية وضع الخطط تحتاج إلى قاعدة معلومات، وبالتالي تستفيد من التقنية الحديثة في هذا الجانب. المبدأ الأخير المبدأ السادس تطبيق الهندرة. الهندرة هي الهندسة، يعني أحيانا يطلق عليها الهندرة الإدارية وإعادة الهندسة والهندرة، هي مشتقات من هذا الأسلوب. إذن تطبيق الهندرة من قبل فريق تخصصي من داخل وخارج المنظمة، الخبراء الذين يأتون من خارج المنظمة يكون عندهم نظرة ثاقبة، أحيانا الذين يعملون داخل المؤسسة أو المنظمة يعتادوا على رؤية الخطأ، وبالتالي ممكن يعني مع كثرة تكرارهم ورؤيتهم لهذه الأشياء لا يستطيع يعني الانتباه لهذه القضايا.